رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في البداية نقول أن ذكر أسماء الذين ينشرون الباطل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمام مسلم رحمه الله تعالى روى في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأنصار يستنون بسنته ويقتدون بأمره، ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس الذين يقولون ما لا يقولون ما لا يفعلون ما لا يقولون ويقولون ما لا يؤمرون، قال جهاد من الإيمان، فما بالك بالناس الذين يعاكسون الله ورسوله ويسلبون حق الله، مش بيفعلوا ما لا يقولون ويقولوا ما لا بما لم يؤمروا به، بل بيسلبوا الله حق التوحيد، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في الحديث الذي عند البخاري ومسلم، حديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. عباد الله وحدوا، ده حق الله، فناشالوا الحق ده. قال: من أجل ربنا أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الأرض والسماء، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ابن عباس قال: يعبدون أي يوحدون، يوحدون الله بالعبادة. زول يشيل الحق ده والناس ما تتكلم فيه، اعتدى على حق الله عز وجل. الله عز وجل يأمر عباده بأن يلجوا إليه وحده، يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يأتي غير، يأتي إنسان ويقول إذا في مضطر الشيخ بيجيبه، وإذا كنت مضطر نادي الشيخ ما تنادي الله. إنت لك ما زعلت وغضبت لله عز وجل، بتين بتزعل؟ وتزعل لابنه؟ إذا لم تزعل للخالق الذي خلقك ودبر أمرك. فالناس الليلة اللي بيزعلوا لذيل دي الناس ما عندهم غيرة لله عز وجل، بل قد يكون ليس لهم إيمان. زول بيزعل من التوحيد ومن الكلام في أهل الشرك، فجهاد هؤلاء ده من الدين. خليك عارف انه الناس زي ما اخونا الان يتكلم في الغيب، هذا الحق الذي لله وحده، عالم الغيب الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، حق الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يسأل: متى الساعة؟ يقول: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. جبريل أفضل من في السماء، ورسول الله أفضل من في الأرض، بيقولوا ما عارفين. قال لي جبريل: أنا ما عارف وأنت ما عارف. فياتي زول يقول غير الله عنده الغيب، النبي يقول لي جبريل: لا أنا عارف لا أنت عارف، الغيب ده لا أنا عارفه لا أنت عارفه. وياتي إنسان من السودان ده يقول إنه بيعلم الغيب والأولياء بيعلم الغيب، فذا تجرأ وعاكس الله وعاكس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الناس ما تذكر؟
وكيف ما تحذر منه؟ والله عز وجل ذكر في القرآن من هم أهون منه، ناس أقل منه شر، ربنا ذكرهم في القرآن. فالمسلم عليه أنه يعتقد أنه ذكر هؤلاء والتحذينهم دين، وذاته مأمور أنه يجاهدهم، حتى لو ما جاهدهم بلسانه يجاهدهم بقلبه، لأنه دين جهادهم. لمن زول زي عبد الرحيم البرعي السوداني الآن معظم عند الناس، لكن الزول ده بعاكس كلام الله وبعاكس كلام الرسول. الغيب الكلام فيه الأخ قبل قليل حق الله، وأي زول على الإسلام عارف حق الله يقول قوماك نزاوي للأولياء الأقطاب، ليهم نشاوي منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الكلام ده أي مسلم لابد إنه يعتقد إنه كفر وإشراك بالله عز وجل، لأنه ده حق الله وحده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري الجارية لمن قالت وفينا نبي يعلم ما في غد، يعني قالت فينا الرسول بيعلم في غد، النبي وقفها يستنكر عليها الكلام ده، أنكر عليها الكلام ده. النبي ينكر أن ينسب إليه علم الغيب ويقول قل، بل الله عز وجل يأمره بأن يقول، وقد قال صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وقد قال صلى الله عليه وسلم. زول تاني يقول الأولياء يغيثوك في كربك أنده بيغيثك جنده، والرسول صلى الله عليه وسلم ده البرعي برضه، والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما قال له قال أحد الصحابة قوموا نستقيس برسول الله، قال إنه لا يستقاس بي إنما يستقاس بالله وحده. الصحابة ومعاهم الرسول في غزوة بدر، الله يحكي عنهم يستقيسون ربكم فاستجاب لكم الله، ومعهم رسول الله يرفعون أيديهم ويدعون ويستقيثون بالله جل وعلا. فالمسلم والله اللي بيغضب من التوحيد والكلام في أهل الشرك يراجع نفسه ويراجع توحيده ويراجع إيمانه، لأنه دي البداية. التوحيد ده كمان جدته ما تقول لي صلاة، لأنه عندنا المرة الفاتة واحد رسل سؤال قال يا جماعة الناس ما بتعرف الصلاة وتوروهم الصلاة. يا أخي نحن عايشين على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ عندما بعثه إلى اليمن إنك تاتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، قال إلى أن يوحدوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. بعد ما يوحدوا تب، ده الأساس كان ما تبنى، ما في شيء تاني فوق له وما في شيء يصلح، والشرك يحبط جميع العمل. الله عز وجل يقول لرسوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك ده، فالشرك بالله معاه لا في صلاة تفلح ولا في شيء يفلح ولا يغني. وبرضو من الأسئلة جاتنا المرة الفاتة وأنا وعدت السائل قلت له إن شاء الله هنا نجيب لك، ذكر أربع أسئلة منها آخر سؤال قال يا أخي الرسول كان بيقول ما بال أقوام يا أخي إنتوا ليه بيسموا النبي صلى الله عليه وسلم، كان الرواية التي قال فيها ما بال أقوام في البخاري ومسلم، في البخاري سمى ناس الثلاثة بأعينه الثلاثة نفر الذين قالوا قال أحدهم أما أنا فلا أصلي ولا أنام وأنا أنا فأصوم ولا أفطر، أما أنا فلا أتزوج النساء، سماهم وقال أنتم الذين قلتم كذا، أنتم عينهم بعيني. وقال الذي خطب عندما جمع الله ورسوله في ضمير واحد قال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع الله والرسول في ضمير واحد، أنكر عليه على العلن. فالإنكار على العلن دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد فمن جاهدهم، وقال في القرآن فجاهدهم به جهادا كبيرا. الغريب الزول ده بعد شوية السؤال القبالي ذكر لنا اسم زول قال فلان ابن فلان أقام محاضرة
ويتغص فيها الصحابة وبالي اختزلوا بالسلطة. يا أخي أنت قبل شوية ما قلت ما بالي أقوام، عشان كذا كله من الهوى ومن الطناب وانتقاص الصحابة. لله الحمد أخواننا ذي هنا مشايخنا اللي بيجوك هنا ردوا على المسائل دي وبينوها، وهي من مسائل التشيع. يعني أي زول بينتقص الصحابة، كان شيعي كان أخ مسلم كان أنصار سنة، أي مخلوق ينتقص الصحابة ده زول تضل وابتدع وفارق نهج الرسول وأصحابه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين هم الصحابة، واجب عليك تتبع سبيله وتسير على نهجه متفتش. قال الله قال رسوله: الصحابة كانوا بيعملوا شنو؟ عبادتهم شنو؟ أقوالهم شنو؟ دي ربنا ألزمك بطريقه. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، ونقدم الأخ أبو النواس. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.